بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلامذتنا الاعزاء والكرام في هذه الحلقه المجزاه من حلقه ماده اللغه العربيه مع نص رائع ورائع ومقترح للفرد في الفصل الثالث للسنه الثانيه، سواء ادب وفلسفه لغات اجنبيه وحتى العلوم بشتى التفرعات، علوم تجريبيه، هندسه طرائق، تقني رياضي وغيرها من الشعب. سيفيدكم هذا النص باذن الله، فتابعوني رجاء حتى تفهموا، على الاقل تاخذ نظره إذا ما جاءك مثل هذه النصوص كيف تتعامل معه. أولا، هذا النص هو مشهور وهي تقريبا قصيدة لأفلح بن عبد الوهاب وتسمى اليتيمة تقريبا، له هذه القصيدة من أشهر قصائده، وربما لم يصلنا من قصائده إلا هذه. يقول الإمام أفلح بن عبد الوهاب وهو من حكام الدولة الرسومية عن العلم: العلم أبقى لأهل العلم آثارا، يريك أشخاصهم روحا وأبكارا. العلم يبقي آثار أصحابه وتراهم، يعني يريك أشخاصهم، هنا يقصد بمعنى أن أقول العلم يعني يبقي أثر صاحبه حيا حتى وإن مات. ثانيا قال: حي وإن مات ذو علم وذو ورع، ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا. حي سيبقى صاحب العلم حيا، وإن مات سيحيا ذكره بين الناس. ثالثا: العلم در له فضل، ولا أحد في الناس يدري لذاك الدر مقدارا. العلم كالدر، هنا تشبيه بليغ، العلم كالدر بمعنى كالجوهرة الثمينة، له فضل على الناس جميعا، ولا أحد في الناس يدري لذاك الدر مقدارا. هناك من لا يبالي بقيمة العلم، فاحذر من هذا. رابعا: للعلم فضل على الأعمال قاطبة، عن النبي روينا فيه أخبارا. فضل العلم لا يعد ولا يحصى، فكل الأعمال التي تعملها فضلها يعود إلى العلم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. خامسا: يقول طالب علم بات ليلته في العلم أعظم عند الله أخطارا. طالب العلم أعظم درجة عند الله عز وجل. سادسا: من عابد، بمعنى طالب العلم أعظم درجة من العابد سنة لله، الذي يعبد الله سنة كاملة طالب العلم أفضل منه، والذي يصوم النهار ويحيي الليل أيضا طالب العلم أفضل منه. يعني هنا في البيت الخامس والسادس الفرق بين طالب العلم والعابد، فطالب العلم أفضل وأعلى درجة من العابد الذي يصوم النهار ويحيي الليل. سابعا: أشدد إلى العلم، فعل أمر وأسلوب إنشاء طلبي بمعنى النصح وإرشاد. أشدد إلى العلم رحلا فوق راحلة، فوق راحلة، هنا أشدد بمعنى عليك أن تعزم في طلب العلم وترحل وتسافر من أجل العلم. وصل إلى العلم في الآفاق أسفارا، عليك أن تسافر من أجل العلم. ثامنا: واصبر على دلج الأغساق، واصبر على دلج الأغساق معتسفا، عليك أن تصبر على الليل الحالك حتى وإن يعني صادفك ليل حالك وأنت مسافر لطلب العلم، فلا تأباه، فإنها يعني يكون سفرا فيه فائدة. مهامها الأرض أحزانا وأقطارا، يعني لا يغرك أو لا يثنيك عن عزمك طول المسافة ولا يعني دلج الأغساق وهي الظلام الحالك. تاسعا: حتى تزور رجالا، عليك أن تسافر حتى تزور رجالا في رحالهم فضل، فأكرم بأهل العلم زوارا، إلى أن تصل إلى الرجال أصحاب العلم يعني العلماء وتجالسهم من أجل أخذ العلم. عاشرا: واجعله لله، واجعله لله، لا تجعله مفخرة ولا ترائي به بدوا وأحضارا، عليك أن تجعل هذا العلم لله عز وجل ولا ترائي به بدوا ولا أحضارا. هنا بمعنى لا تجعل العلم مرآة، يعني انظروا أنا عالم، لا، وإنما لا بد العالم أن يكون متواضعا، لا تجعله مفخرة ولا ترائي به، بمعنى لا تتميز بالرياء في طلب العلم. الحادي عشر: تعسا لكل مراء غير مقتصد، تعسا لكل إنسان يرائي بعلمه ويقول للناس بأنني
أني أنا عالم وأنا أعلم العلماء إلى آخره، فهذا جاهل في الحقيقة. وقد تقلد آثاما وأوزارا، فله أوزار وآثام هذا المرائي الذي يرائي بعلمه. الثاني عشر، يصطاد بالعلم أموال العباد كما يصطاد مقتنص بالباز أطيارا. هناك من يدعي العلم ليصطاد به أموال العباد فقط، كما يصطاد طائر الباز، كما يصطاد طائر الباز. هذا هو آخر بيت شرح المفردات. روحا وأبكار صباح ومساء، أوطار هي الحاجات الأخطار الشأن، ومعنى الشؤون دلج الأغساق السفر ليلا الباز وهو طير كاسر. قال في السؤال الأول: ما قيمة العلم حسب الشاعر؟ قال: للعلم قيمة جليلة جدا، وهي أنه يعني أنه يبقي آثار صاحبه حتى وإن مات، وأنه يكسب صاحبه شهرة ومكانة بين الناس. وهذا واضح في قوله في البيت الأول: يريك أشخاصهم روحا وأبكارا، العلم أبقى لأهل العلم آثارا. هكذا تكون إجابة منهجية. ثانيا: حدد من خلال النص المزايا التي يمنحها العلم لصاحبه. نقول: إن العلم يمنح مزايا متعددة لصاحبه، ومنها أنه يبقي آثاره حتى وإن مات. في البيت الثاني: حي وإن مات ذو علم، ما مات عبد قضى من ذاك أوثارا. أيضا: يخلد ذكره بين الناس، ثم له فضل، يصبح للإنسان فضل على الناس ويعلي قيمة صاحبه. لذلك قال عن النبي: أو للعلم فضل على الأعمال، قاطبة عن النبي روينا فيه أخبارا. يجعل شأن الإنسان عظيما. وهذا في قوله في البيت الخامس: طالب علم بات ليلته في العلم أعظم عند الله، حتى الله عز وجل يكتسب هذا الإنسان مكانة عالية. إذن المزايا باختصار: يخلد الآثار ويعلي قيمة الإنسان ويعظمه الله عز وجل، فتصبح درجة العالم أعظم من درجة العابد. ثالثا: مما حذر الشاعر طالب العلم وإلى ما أرشده. اذهب معي مباشرة إلى الأبيات التي فيها أشدد واصبر. هنا أرشده وحذره من قوله: واجعله لله. هنا تحذير. لاحظ في البيت السابع حذر بمعنى أقول لا أقول حذر، في البيت قال أرشده. أرشد الشاعر طالب العلم في البيت السابع أشدد إلى العلم بأن يشد الرحال للعلم، وأن يصبر على الليل الحالك وعلى السفر الطويل من أجل العلم. وحذره في البيت العاشر في قوله: واجعله لله، بأن يجعل العلم لله ولا يجعله مفخرة ولا يجعله مراءة ولا يصطاد أموال العباد به. يعني البيت العاشر والحادي عشر والثاني عشر هنا حذره. قسم النص إلى فقرات وضع فكرة لكل فقرة. نعود بكم للنص. لاحظ معي البيت الأول والثاني والثالث إلى البيت الرابع: فضل العلم على الإنسان. البيت الخامس والبيت السادس: درجة الطالب العلم أعظم من العابد. البيت السابع والثامن والتاسع: الحث على طلب العلم وعدم التكاسل. البيت العاشر والحادي عشر والثاني عشر: الحذر من المراءة والافتخار بالعلم. هكذا ننتقل بكم للسؤال الموالي: الشاعر من حكام الدولة الرسومية، ما دافعه لمعالجة هذا الموضوع؟ دافعه لمعالجة هذا الموضوع هو الحث والترغيب على طلب العلم. وعلى ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على اهتمام حكام الدولة الرسومية بالعلم، سواء العلوم الدينية أو العلوم العقلية أو العلوم الإنسانية. أقول هكذا. أعرف ما تحته خط في النص إعراب مفردات. نذهب بكم للإعراب، تجدونه في البيت الثاني عشر: يصطاد مقتنص بالباز أطيارا. يصطاد مقتنص أطيارا، يصطاد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مقتنص فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أطيارا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ثم قال لك السؤال الموالي:
هات مصدر الأفعال الآتية واضبطها بشكل تام مبينا إن كانت سماعية أم قياسية. مات موت، ها مات موت، فهنا هذا هو المصدر، صام صوم، وهذا مصدر قياسي. صام صوم أو صيام مصدر قياسي، تقلد تقلد، تفعل تفعل، هذا مصدر سماعي. يصطاد اصطاد من الفعل اصطاد يصطاد، فالمصدر اصطياد، وهذا هو السماعي. في صدر البيت الثاني عشر صورة بيانية، بين نوعها واشرحها. نذهب بكم للبيت الثاني عشر. قال: يصطاد بالعلم أموال العباد كما يصطاد مقتنص بالباز أطيارا. ها، يصطاد بالعلم أموال العباد، شبه العلم بسهم، وشبه أموال العباد هنا بغنيمة أو بطائر على سبيل الاستعارة المكنية، بمعنى حذف السهم أو القوس وترك قرينة دالة عليه وهي يصطاد على سبيل الاستعارة المكنية. أثرها تقوية المعنى والإيجاز في الكلام، ويعني تجسيد المعنى وتوضيحه. ثم قال: استخرج من النص محسنا بديعيا وبين نوعه. نذهب بكم للبيت الأول. لاحظ معي في البيت الأول: العلم أبقى لأهل العلم آثارا، يريك أشخاصهم روحا وأبكارا، صباحا ومساء. روحا عكسها أبكارا، هذا طباق إيجاب، وأثره تقوية المعنى وتوضيحه عن طريق الضد وإعطاء جمالية للكلام. ثم قال السؤال الموالي: قطع البيت الأول وسمي بحره وبين قافيته وحروفها. نعطيكم مباشرة التقطيع: العلم أبقى لأهل العلم آثارا، تجدنا مستفعلون فاعل مستفعلون فاعل، إن البسيط لديه يبسط الأمل، مستفعلون فاعل مستفعلون فاعل، بحر البسيط. أبكارا يعني القافية هي كارا كارا، يعني الكاف والألف والراء والألف، حروفها هي الوصل له والألف الأخيرة، الراء حرف راوي، وألف التأسيس الألف التي بعد يعني الكاف، والدخيل هو الكاف. هذه حروفها. إلى هنا أتمنى أن قد أفدتكم، نلتقي في نصوص أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.